السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم حصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات القوية لسفيان فيغولي بعد موقعة المكسيك التي انتهت بهدفين لهدفين، وين عبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن فخره بتواجده مع المنتخب مجددا ومشاركته في ودية نيجيريا والمكسيك. يعني هذا اللعاب للعصابة، عصابة اتحادية حداد، وين نقولوا باللي عصابة اتحادية حداد، وين شنا راح قر كيسموه جمال مناد، راه قال بلي يا ودي كنا نخطو ماجر، كان كاع الناس تخطط يعني باش يديروها فريق وطني محلي 100% من اجل عدم رفع الرايه الوطنيه في كاع المجالات. كانت باقيه كره القدم في السماء، قال لك هود علينا شكون ديروا، هودوا ديرها كاع محلية، كل شغل عندنا كل شغل باه ماجر، ولا يقول لهم علاش ما يجوش لي زونترينير كيما غوارديولا ومورينيو يجيو ينقلوا علينا لهنا. كيفاش لونترينير اللي عنده الكواليس بزاف تصيبو في الشرق غرب جنوب تصيبه يدور لي زونترينير حنا تاعنا، نقولوا كيف هذاك لونترينير السنة راه قادم خادم في ربعة تاع لي زيكيب، وصل لونترينير اللي عنده الكواليس هو اللي يخدم، اللي ما عندوش الكواليس ما يخدمش. هذه قناة الهداف كي كانت تدير، يضغطوا على اونترينير مسكين يكون عاقل خدام، يضغطوا عليه يوخروه ويحطوا تاعهم. هذه هي، هذو هما اللاعبين اللي كنتو بيتحوزوهم ديدن حداد، راه هدر ديدن حداد راه فات في التحقيق باش تعقلوا عليها. شا كنا نقولو لكم 2018 افتح على ديك حاقدين على شوبير، خاش 2018 كنت نقول لكم تغدى عيشة من القبر وتجيب الخبر، تغدى عايشة من القبر وتجيب الخبر. عايشة حلت الدوسي تاع عليلو حداد، عليلو اللي كنتو تقولوا له عليلو مين يلعب معاكم وتكماصوا كيما هيا عليلو، هيا باسي عليلو، نائب الرئيس تاع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ما يعرفش يهدر 5 دقائق في كرة القدم، كان رئيس اتحادية ومين يهدروا معاه يقول لهم انا نحكم شكون زازتشي، يقول لهم انا نحكم شكون زازتشي كيما كان يقول لهم. دروك يقول لك انا اللي جبت بالماضي، هذا حداد قال لهم انا جبت بالماضي، زاتشي شايدير شا يقول زاتشي. دروك هذوك الصحافه الكياسات تاع الحمام يقول لك زاتشي هو اللي جاب، يخرج لك واحد يقول لك انا جبت زاتشي، يقول لك انا جبت بالماضي، يخرج لك حداد من الحبس قال لك انا اللي جبت بالماضي، وزاتشي شجاب وزاتشي ما يتكلمش في قضايا اداريه ولا عنده محامي حتى ما تكلم زاتشي، او تكلم علاك ساكت، تكلم رد على روحك، انت رئيس اتحاديه انت الاولى، ولا صايبينها بالزبيب وساكتين، ياه صايبينها بالزبيب. نورمالمون تتكلم، نورمالمون انت اللي تاخذ القرارات وانت اللي تتكلم، ماشي داير محامي يهدر عليك. لحق مع البريزيدون تاع بالسكره، قال لك الذل، قال لك الشبعه هنا والذل هنا، حق بريزيدو تاع بالسكر عنده الحق، قال لك نتايا طردوك مشعر
ملكار طردوك وقابل وقعد علاه راك قاعد. كاين اللي يقول لك هذاك هذاك الحانوت تيبو فيه 20 عام حال، يقول لك والله ما راه يخدمكم، ما راهش يخدمكم بالله. هذه اختها كوما راهش يخدمكم بالله. هذه نتايا انت واعد ينزلوا استوى لا. وروح نقول لك الفوت، الفوت اللي غادي يديروه 27 اكتوبر تاع التقرير المالي والادبي، كي المالي كي الادبي، دراهم تاع الكارس بزاف كاين دراهم. على بالك شنو غادي يديروا يا الصندوق هذيك تاع حكا والله بكال اصبح حنا برك، وداروا لك في الشيراطون الوزارة الشبيبة والرياضة دارتها لك في الشيراطون، قال لك سيدي موسى مكان له داروا لك في الشيراطون، والصندوق يهدر ومراقبين من عند الوزارة الشبيبة والرياضة. مكاش تاع النهار واحد مترشح وحده جابوه فوق دبابة، هذاك كسموه ذاك زاتشي جابوه في 2017 لو 20 مارس جابوه فوق دبابة، والنهار قالت لهم كيما هكا زاتشي يفوز بالأغلبية الساحقة هو وحده، وحده ما ربحش، فوطات عليه 32 واحد نهار اللي داروا الصندوق، تقلبوا الصندوق تقلبوه، روحوا سقسوا زرواطي وروحوا سقسوا عليه، قالك بلي غير شرعي. علاه قالك غير شرعي؟ باطل. رئيس نادي قالوا انت غير شرعي، روحوا جيبوا حمار من الحبس يخبركم، روحوا جيبوه يخبركم، روحوا جيبوا مورو يخبركم، الناس اللي كانوا فماك. ونعاودوا نولوا نتكلموا على هاد اللعابه اللي بغيتوا طردوهم، طردوهم طردوهم، شي بغيتوا طردوهم طردوهم، وليتوا تنقروا، قلعتوا قلعتوا غولاب، قلعتوا مبولحي في غولي، ومن بعد زدتوا محرز، صح محرز عاودتوا رديتوا، خفتوا الشعب شويه عاودتوا رديتوه، بغيتوا تهرسوه في أنغولا، نتحداكم بغيتوا تهرسوه في أنغولا، مين ما كذب لكمش أنغولا، بغيتوا ديروا له قضية تاع المنشطات، تقولوا لنا طب علاه طردتوهم، علاه محرز قال لكم كو يقعدوا هادو أنا ما نجيش ليكيب ناسيونال، علاه؟ علاه الطب اللي كانوا في مصر طردتوهم، علاه طردتوهم؟ أنا نتمنى إن شاء الله من السلطة تحل تحقيقات في هاد الطب ويجيبوا الصح. الطب اللي يهدر عليهم كمال مهوي قال لك باللي راه عندهم بالفيديو بالصوره والصوت عند الطب لاعبين في البطوله الجزائريه في اعالي الشراقه يضربوا في الكوكايين والمخدرات، وين راه ذاك الفيديو؟ رئيس اتحاديه ما ينجمش يدي قرارات ويديها للعداله ويحطها، لا ضاربين نح خاطش عليه هم هم. وفي تغريدة عبر حسابه، ونتكلموا على فيغولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيغولي أنه يفتخر في كل مرة بارتداء القميص الخضر بنفس الحماس والحرارة منذ سنوات عديدة، قبل أن يوجه تحية لزملائه بعد الروح القتالية التي أظهروها في اللقاءين، ما سمح للخضر بمواصلة بدون هزيمة للقاء رقم 20 على التوالي. والإشارة فقد برز اللعاب جلطة سراي في ودية المكسيك سهرة يوم الثلاثاء وقدم أداء كبير في الشوط الثاني، لكن شوية نقولوا من خلال وإن يؤكد خلالها علو كعبه وبأنه ركيزة أساسية في كتيبة المنتخب الوطني الجزائري. تعدراهم في أبيع راني قصيتو كاش قال لي غلطني يعني انا نقولش ويهضروا ناس قال لي دار جنسية، قال لي دار جنسية شاك، قال لي دار جنسية شاك عادية. اليوم المنتخب الوطني اصبح رقم واحد في العالم، رقم واحد، والطموحات راهم يزيدوا والمسؤوليه تزيد تثقال، هذه هي المسؤوليه تزيد تثقال، والمنتخب الوطني اصبح رقم واحد لا يستهان به، هذه هي.
وتحية الجزائر.